أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. أعلنت الجهات الحكومية في ذي قار عن عزوف أكثر من 70 مستثمرا صناعيا عن إبرام عقود استثمار مع هيئة المدن الصناعية من أصل أكثر من 120 طلبا تم رفعها من قبل إدارة المحافظة. وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط غسان الخفاجي إن أسباب العزوف غير معروفة حتى الآن على الرغم من تخفيض تقديرات الإيجار للنصف، مشيرا أن كلفة مساحة كل موقع بمساحة 1250 مترا مربعا كانت بحدود 1,000,000 دينار شهريا تم تخفيضها إلى 500,000 دينار. أفادت وزارة التجارة الحالية بأن خزين البلاد من الحنطة يبلغ 1,050,000 طن، مشيرة إلى وجود قلق من التعاقد لشراء الحنطة في المستقبل، وذلك بسبب الشكوك والاتهامات التي توجه للوزارة. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أنه تم تخصيص لشراء الكمية المطلوبة تدريجيا، وأضاف أن هذه المرة الأولى التي يجري فيها التعاقد مع شركة ألمانية، حيث تم جمع المبلغ من شركات الوزارة بعدما بقي من الخزين 76,000 طن فقط، لتقوم الوزارة بشراء 100,000 طن لمعاونة الكميات الموجودة وصولا للموسم التسويقي. أعلن رئيس الجانب الإيراني في غرفة التجارة الإيرانية الروسية المشتركة غادي تيزهوش تابعاً زيادة حجم الصادرات غير النفطية الإيرانية بنسبة 21% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال تيزوشان إن الصين والعراق وتركيا والإمارات والهند كانت هي الوجهات الخمس الأولى للصادرات الإيرانية غير النفطية خلال هذه الفترة على التوالي. هذا وتتهم جهات مختصة استغلال إيران للعراق عبر استخدامها سوقا لبضائعها وغسيل أموالها في ظل العقوبات المفروضة عليها. حذر محللو مصرف الاستثمار الشهير جي بي مورغان مما وصفه بسيناريو كارثي قد تصل فيه أسعار النفط العالمية إلى 380 دولارا للبرميل، إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى تطبيق تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام. هذا وتعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقدة للحد من سعر النفط الروسي في محاولة لتشديد الخناق على العائدات المرتفعة التي تحققها موسكو بالتزامن مع عملياتها العسكرية لحماية دونباس. سيجد الأمريكيون كثر ممن يعتزمون السفر للقاء عائلتهم في عطلة العيد الوطني الأمريكي في الرابع من تموز سيجدون أنفسهم مضطرين إلى تعديل أجندتهم بعدما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب نقص طواقمها، وألغيت نحو 600 رحلة فيما تأخرت أكثر من 2100، وكان الوضع أكثر سوءا الجمعة إذ ألغيت 3060 رحلة كما تأخرت نحو 8000 أخرى. وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأمريكية بعديل طواقم أقل بنسبة 15% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا. هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. الأخبار الاقتصادية إلى اللقاء.